السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى شعبة العلوم الإدارية. هنلتقي اليوم إن شاء الله في المحاضرة الثالثة أونلاين، وهنتناول مع بعض جزء مهم جدا من الفصل الثالث، وهو بعنوان الطلب والعرض وتوازن السوق. طبعا كل الناس لما يتساءل ويجي يقول لك أي حاجة في الدنيا عبارة عن طلب وعرض. تعالوا نشوف مفاهيم الطلب والعرض وإزاي ندرس بالتفصيل نظرية الطلب وجانب الطلب في السوق. مفهوم الطلب عبارة عن ايه؟ الطلب هو عبارة عن الكمية التي يرغب المستهلك في الحصول عليها مع القدرة على الحصول عليها، بمعنى الرغبة والاستعداد للحصول على السلعة، وتقترن هذه الرغبة او الاستعداد مع القدرة على شراء تلك السلعة. بمعنى انك انت لما تيجي تقول والله انا عايز اشتري السلعة دي، مجرد انك انت ترغب في شراء هذه السلعة، لكن هل معاك القدرة الشرائية او النقود اللي تقدر تشتري بها السلعة؟ اذا اقترنوا الاثنين مع بعض، الرغبة في الشراء والقدرة على الشراء، ده في الحالة دي بنقول هنا بنسميه طلب. لكن واحد ماشي مثلا مع صاحبه بيتفرج على محلات معينة ومعارض معينة موجودة، ويجي يبص والله السلعة دي عجباني جدا وممتازة وزي الفل ومية مية، طبعا بالبلد كده، طبعا انت هنا توافرت الرغبة في الشراء والحصول على هذه السلعة. لكن انت شخصيا هل تمتلك القدرة على شراء تلك السلع؟ معك النقود او رأس المال اللي تقدر تشتري هذه السلع؟ لو اقترن الاثنين مع بعض يعتبر بيطلق عليه الطلب. لكن الحالة التانية، واحد معاه فلوس كتير جدا ومر على المعارض ولا فيش اي سلعة عجباه خالص، ما فيش سلعة بيرغب في شرائها، هل ده يعتبر؟ طبعا لا يعتبر طلب. لذلك تقترن مع بعض الرغبة والقدرة على شراء السلعة، ده بنسميه الطلب. جدول الطلب عبارة عن جدول، الجدول ده بيوضح الأسعار وكميات السلع عند كل سعر معين، مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة على الكمية ثابتة دون تغيير. وهذه العوامل الأخرى مثل الدخل النقدي ثابت، أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم ثابتة، أسعار السلع الأخرى البديلة والمكملة تعتبر ثابتة. يبقى في حاجتين بس هيتغيروا مع بعض، الكمية المطلوبة وسعر الايه؟ السلعة. تعالوا مع بعض نشوف الجدول اللي احنا ممكن نشتغل عليه مع بعض. الجدول ده موجود عندنا برضو، موجود عند كل واحد في الكتاب عنده. اولا عندك سعر السلعة 2 جنيه للوحدة، الكمية المطلوبة عند سعر 2 جنيه 90 وحدة، لما كان السعر 4 جنيه الكمية 70 وحدة، السعر بقى 6 جنيه الكمية المطلوبة بقت 50، سعر السلعة 8 الكمية المطلوبة بقت 30، سعر السلعة 10 الكمية المطلوبة بقت 10 وحدات. طب ايه الملاحظة على الجدول دوت؟ ان بنلاحظ ان كل ما زاد السعر من 2 ل 4 ل 6 ل 8 ل 10، الكميات ابتدت تقل من 90 ل 70 ل 50 ل 30 ل 10 وحدات. معنى ذلك ان نلاحظ ان كل ما السعر يزيد كل ما الكمية المطلوبة يحصل لها ايه؟ تاني. الاثنين دول في اتجاه واحد ولا عكس بعض؟ طبعا بالتأكيد الاثنين دول عكس بعض. يبقى لما بيتحرك السعر بتتحرك طبعا له الكميات الايه؟ المطلوبة. اذا يتضح من الجدول انه عندما كان السعر 2 جنيه للسلعة كانت الكمية المطلوبة 90 وحدة، وعندما زاد السعر 4 انخفضت الكمية الى 70 وحدة، وعندما زاد السعر ايضا الى 6 جنيه انخفضت الى 50، وهكذا. تتضح العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة انه كلما زاد السعر انخفضت الكمية المطلوبة، والعكس صحيح، كلما انخفض السعر زادت الكمية المطلوبة. يعني انخفض السعر، تعالوا بدأنا الجدول من أسفل إلى أعلى، لما السعر كان 10 الكمية كانت 10، لما السعر قل من 10 إلى 8 الكمية زادت من 10 إلى 30، السعر لما قل من 8 إلى 6 الكمية زادت من 30 إلى 50، السعر لما قل من 6 إلى 4 وهكذا الكمية زادت، ولما قل السعر من 4 إلى 2 الكمية زادت من 70 إلى 90 وحدة. معنى ذلك إن ده في قانون بيحكم العلاقة ما بين السعر والكمية المطلوبة، وهو قانون بنسميه قانون الطلب. قبل ما ناخد مع بعض قانون الطلب هنبتدي مع بعض دلوقتي يا شباب نشوف حاجة مهمة جدا. تعالوا مع بعض البيانات الواقعة في هذا الجدول ممكن نمثلها تمثيل بياني هنا، ممكن نمثلها تمثيل بياني هنا على الشاشة اللي قدامنا. ممكن نسجل بيانات الجدول دول ونعمل بها ايه؟ نعمل بها دلوقتي حالا. حضراتكم في الجدول ده ممكن
نبتدي نمثلها تمثيل بياني في صور شكل بياني على البورد زي ما احنا عايزين. تعالوا نشوف الفيرتيكال اكسس المنحنى الراسي والهوريزونتال اكسس المحور الافقي. هنا طبعا هناخد هنا في المحور الراسي سعر السلعه، سعر السلعه، هنا بناخد الكميات المطلوبه او الكميه المطلوبه من السلعه، وهنا الزيرو اوريجينال بوينت نقطه الاصل. تعالوا نمثل مع بعض. السعر عندنا 2 4 6 8 10، تعالوا ناخد مع بعض زي ما هم مفيش مشكله. 2 4 6 8 10. تعالوا مع بعض نشوف الكميات المطلوبه عندك من 10 ل 90. ممكن نعملها 10 20 30 40، تبقى كلها كميات متساويه 50 60 70 80 90. تعالوا نشوف اول صف عندنا السعر لما كان 2 جنيه الكميه المطلوبه كانت 90. تعالوا نشوف ادي الخط بتاع السعر او المحور بتاع السعر، ادي السعر عند 2، احط ايدي عند 2، طيب الكميه كانت كام؟ 90. شايفين ال 90؟ ادي ال 92 نقطه التقاء الاثنين. هعمل لكم خطوط وهميه كده عشان نعرف ازاي نرسم المنحنى. يبقى هنا دي النقطه رقم واحد عندي. طيب رقم 2 يا جماعه، لما السعر كان 4 ها الكميه كانت 70، يبقى نقطه التقاء الاربعه مع الايه؟ مع ال 70 في الحاله ديت، ادي النقطه الثانيه في المنحنى بتاعي. السعر لما كان 6 جنيه للوحده الكميه المطلوبه كانت كام؟ 50، وهكذا نفضل كده ماشيين. نقطة ال 10 مع ال 6 مع ال 50 في الحالة ديت ادي ايه؟ النقطة التالتة في الايه؟ المنحنى بتاعي. طيب لما السعر كان 8 جنيه الكمية كانت كام؟ 30. السعر آخر حاجة لما كان 10 الكمية كانت كام؟ كانت 10. يبقى لما وصل النقط دي كلها مع بعض كده يدينا حاجة اسمها ايه؟ المنحنى الطلب، اللي هو بيعبر عن العلاقة. هذا المنحنى اللي هو رسمناه من خلال الجدول بتاعنا بيعبر عن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، وهذه العلاقة جاءت في صورة رسم أو منحنى. هذا المنحنى يوضح العلاقة. طبعا في قانون بيحكم هذه العلاقة، هذا القانون بيسميه قانون الطلب. ما هو قانون الطلب؟ من خلال الرسم علاقة بين السعر والكمية المطلوبة، هذه العلاقة علاقة عكسية، بمعنى إذا زاد السعر انخفض الكمية المطلوبة والعكس صحيح، بشرط، هذا الشرط مهم جدا، هو بقاء العوامل الأخرى اللي بتأثر في الطلب ثابتة كما هي. ما هي العوامل الأخرى زي ما هنشوف على الشاشة دلوقتي؟ اللي هم الثلاث حاجات دول اختصرناهم لثلاث حاجات، في حاجات كتير جدا، منها الدخل النقدي، منها أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم، أسعار السلع الأخرى البديلة والمكملة. لذلك الحاجات دي بتفضل ثابتة زي ما هي، ما بتتغيرش. اللي بيتغير حاجتين، السعر والكمية الإيه؟ المطلوبة، كما في الجدول اللي هو قدامنا دوت. إذا تعالوا نصيغ مع بعض مرة تانية قانون الطلب. ما هو قانون الطلب؟ توجد علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وسعر تلك السلعة، فإذا زاد السعر انخفضت الكمية المطلوبة. لما السعر يزيد قلنا الكمية يحصل لها ايه؟ تقل. الاتنين ماشيين عكس بعض، واحد طالع زيادة والتاني نازل لأسفل ايه؟ بالانخفاض. والعكس صحيح، إذا انخفض السعر هذا السعر يقل، الكمية يحصل لها ايه؟ زادت الكمية المطلوبة من السلعة، ولكن بشرط بقاء العامل الأخرى المؤثرة على الطلب كما هي ثابتة بدون تغيير. طبعا ويمكن توضيح الأرقام الجدول اللي في الجدول ديت اللي هي زي ما احنا شفنا اهي، ورسمت لكم الجدول قدامكم عشان ما يبقاش في مشكلة. وسهل جدا يا جماعة، أي بيانات في الاقتصاد أو أي منحنيات تبقى سهلة إن احنا ممكن نرسمها مع بعض. بعد ما اخذنا تعريف الطلب ومفهوم الطلب، وبعد ما اخذنا قانون الطلب، وبعد ما اخذنا جدول الطلب والمنحنى الطلب، لابد ان احنا دلوقتي نشوف حاجه مهمه. ما هي الاستثناءات التي ترد على قانون الطلب؟ عندي طبعا بعض الاستثناءات، حاجه بيسموها يا شباب سلع التفاخر الاجتماعي. يعني ايه سلع التفاخر الاجتماعي؟ في بعض الناس بيهوي عندهم هوايه جمع التحف والحاجات الثمينه القديمه والمجوهرات والحاجات اللي ليها قيمه عاليه. والجماعه دول عكسوا قانون الطلب.
قانون الطلب الاصلي بيقول ايه؟ علاقه عكسيه، لما السعر يزيد الكميه يحصل لها ايه؟ ها خلي بالك تقل. الجماعه دول بالعكس قالوا ايه بتوع التفاخر الاجتماعي؟ كل ما بيزيد سعر السلعه كل ما بيزيد الطلب عليها. الله، يعني العلاقه اصبحت علاقه طرديه في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده. وكل ما قلت سعر السلعه كل ما قل الطلب عليها، وما بيهموش ان هم يشتروا السلعه ديت او يقتنوها او يحصلوا عليها. يبقى اذا ده بنسميه شباب استثناء من قانون الطلب، وهو سرعه التفاخر الاجتماعي حول القانون من علاقه عكسيه الى علاقه ايه؟ طرديه. ده اول استثناء. الاستثناء الثاني في عالم اقتصاد اسمه جيفن، وقال لنا في سلع اسمها السلع ايه؟ الدنيا. هذه السلع برضه حول القانون بتاع الطلب اللي هو علاقه عكسيه بين السعر والكميه، بدل ما هي علاقه عكسيه حولها ايضا الى علاقه ايه؟ طرديه. قال لنا بعض السلع الدنيا اللي هي بيسموها، بلاش نقول مثلا اللي هي الرديئه او اللي هي سعرها قليل جدا، هذه السلع كل ما زاد السعر بتاعها او كل ما خفض السعر بتاعها هل هيزيد الطلب عليها؟ العلاقه الاصليه بتقول ايه؟ كل ما انخفض السعر الكميه المطلوبه تزيد. لا، هم كل ما انخفض السعر الكميه المطلوبه ايضا تنخفض من هذه السلعه، وبالتالي جيفن حولنا العلاقه من علاقه عكسيه الى علاقه ايه؟ طرديه. ليه؟ لاننا بيقول ايه؟ والله النهارده الناس كانت بتشتري سلع بيسموها سلع دنيا او قليل او رديئه زي ما بيسموها كده. الانسان لما سعرها بيقل ما بيشتريش زياده منها، بل بالعكس بيخصص جزء من دخله انه يشتري سلعه اخرى بتعتبر بالنسبه له اغلى واكثر اهميه بالنسبه له. الاستثناء الثالث من قانون الطلب، وده مهم جدا يا شباب، وهو توقعات المستهلكين. النهارده انا كمستهلك بيحصل ايه؟ قانون الطلب الاساسي، السعر يزيد الكميه تقل، السعر يقل الكميه تزيد، ده العلاقه العكسيه الطبيعيه، ده القانون الاصلي او القانون الطبيعي. في توقعات المستهلكين، النهارده مثلا انا كمستهلك والله بقول ايه؟ ان السعر النهارده سلعه معينه زاد شويه، بس في توقع ان السعر بكره هيزيد اكتر. فهعمل ايه في الحاله دي؟ كل المستهلكين هيروحوا على الرغم ان السعر زاد هيزودوا الطلب. يبقى هنا قلب العلاقه من علاقه عكسيه الى علاقه ايه؟ طرديه. ليه يا جماعه؟ هو عايز يخزن اكبر قدر من الكميات عنده على اساس لما يزيد السعر ما يتحملش ايه؟ نفقات اعلى او يدفع جزء من النقود اغلى او اعلى من الحالي. يعني كل ما زاد سعر السلعه وتوقع المستهلكين مزيد من الارتفاعات في الاسعار فبيزيد الطلب على هذه السلعه تحسبا للزيادات التي ستحدث في المستقبل القريب. والعكس صحيح، النهارده لو سعر السلعه انخفض بس في مزيد من الانخفاضات الانسان هيقلل الطلب على السلعه ديت لغايه ما يحدث الانخفاض ويبتدي يشتريها بالسعر المنخفض او السعر القليل. معنى ذلك ان القانون الاصلي والعلاقه العكسيه عكس بعض اتحول لايه؟ لعلاقه طرديه. السعر يقل الاساس الطلب يزيد، لا السعر يقل راح الطلب قل برضه، فتحولت العلاقه لاتجاه واحد وسميها في هذه الحاله علاقه ايه؟ علاقه طرديه. خلاص؟ يبقى في ثلاث استثناءات نخلي بالنا مهمين جدا من قانون الطلب. عندنا ما هو الفرق؟ سؤال مهم جدا، ايه هو الفرق بين التغير في الكميه المطلوبه والتغير في الطلب نفسه؟ ودي ان شاء الله هتكون الحاجه الاخيره اللي هنبتدي نتناولها مع بعض عشان ما نطولش على حضراتكم. اول حاجه الفرق بين التغير في الكميه المطلوبه والتغير في الطلب. التغير في الطلب، وده التغير بنسميه في الكمية المطلوبة، في الكمية المطلوبة. التغير في الكمية المطلوبة يتضح من خلال منحنى الطلب، هو علاقة بين السعر وبين الكمية المطلوبة. لما هتلاقي ينتقل لما السعر يتغير من 10 ل 8 ل 7 الكميات هتتغير تبعا ليه؟ سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، ده بيتم على من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحنى الإيه؟ الطلب، ما بيتغيرش المنحنى.
يبقى لما يجي يتغير الطلب، التغير في الكمية المطلوبة يتم عن طريق قانون الطلب، وبالتالي منحنى الطلب من نقطة لنقطة أخرى على نفس المنحنى لإيه؟ الطلب. لكن التغير في الكمية في الطلب يا جماعة بيتم عن طريق انتقال منحنى الطلب بالكامل، ادي لو سمينا ده طه منحنى الطلب. لو عندنا مثلا العلاقة بين الطلب والدخل، لما دخل المستهلك يزيد خلاص طبعا مع ثبات السعر والاذواق واسعار السلع الاخرى البديله والمكمله كل ده ثابت، لما دخل الانسان يزيد هنلاقي منحنى الطلب ينتقل بالكامل من مكانه الى مكان اخر بالزياده ناحيه ايه؟ اليمين. طه شرطه طه شرطه او طه واحد طه واحد خلاص. يبقى اذا لما يزيد الدخل هيزيد الطلب، علاقه طرديه، ينتقل بص كده معايا ناحيه ايدك اليمين، ناحيه اليمين بالزياده، والى ناحيه اليسار بالانخفاض، الى طه 2 طه 2 بالانخفاض. يبقى اذا العلاقه بين التغير في الكميه او التغير في الكميه المطلوبه تتم على نفس منحنى الطلب من نقطه لاخرى نتيجه تغير السعر الذي يؤثر على الكميه ايه؟ المطلوبه. لكن الزياده او التغير في الطلب نتيجه تغير الظروف الطلب او يسموها العوامل الاخرى اللي هي الدخل النقدي، اذواق المستهلكين، اسعار السلع الاخرى البديله والمكمله. شايفين يا جماعه منحنى الطلب الاصلي لما ينتقل، لما يزيد الدخل بالزياده ينتقل المنحنى بالزياده ناحيه اليمين. طيب لما هنا المنحنى الاصلي لما يقل الدخل سوف ينخفض الطلب الى ناحيه اليسار بالانخفاض. يبقى اذا مهم جدا الدخل يزيد، نفس الحكايه يا شباب لما اسعار السلع الاخرى البديله المكمله او اذواق المستهلكين، لو اذواق المستهلكين راحت ناحيه تفضيل سلعه معينه يبقى في هذه الحاله الطلب هيزيد على هذه السلعه، لو المستهلكين مش لا يرغبوا في سلعه معينه في هذه الحاله ايه اللي هيحصل؟ في هذه الحاله هتبقى ايه؟ مفيش طلب على هذه السلعه وينخفض الطلب على هذه السلعه. اسعار السلع الاخرى البديله والمكمله دي مهمه جدا، في علاقه، تعالوا مع بعض نتناول السلع البديله. متى يقال ان هناك سلعتان بديلتان؟ لما احداهما تحل محل الاخرى في الاستهلاك، زي ايه؟ مثلا عندنا اللحوم والدواجن والاسماك، دي كلهم سلع تعتبر بديله عن السلع الثانيه. ايه هي السلع البديله؟ ان في سلع بتحل محل السلع الاخرى في ناحيه الاستهلاك. طيب يا ترى اسعار السلع البديله ديت ليها قاعده معينه؟ ليها قاعده معينه في التاثير على الايه؟ على الطلب. طيب ايه هي القاعده بتاعتها؟ نفترض يا جماعه احنا عندنا مثلا السلع الاصليه والسلعة البديلة، وليكن السلعة الأصلية اللحوم والسلعة البديلة مثلا الأسماك. تخيلوا لو أسعار السلعة البديلة دي ارتفع، أنا بتكلم عن أسعار السلعة البديلة، سعر السلعة البديلة ارتفع، إيه تأثيره على الطلب على السلعة الأصلية على اللحوم؟ هل هينخفض ولا هيزداد؟ طبعا السلعة البديلة سعرها زاد، طبعا بشيء طبيعي الناس هتتحول عن شرائها وهيزيد الطلب على السلعة الأصلية، هنا زيادة السلعة الأصلية، يبقى في علاقة طردية موجبة ما بين سعر السلعة البديلة والطلب على السلعة الأصلية، كل ما زاد سعر السلعة البديلة زاد الطلب على السلعة الأصلية، على الرغم من السلعة الأصلية السعر بتاعها ثابت لم يتغير ولم يحدث فيه اي نوع من التغييرات. طيب السلع المكمله، تعالوا نشوف مع بعض ايه هي السلع المكمله، لما يقال ان سلعتين مكملتين لبعض. تعالوا مع بعض السلع المكمله، لو ناخد مثلا السلع المكمله زي مثلا السلع المكملة ما ينفعش استهلك واحدة بدون الأخرى، زي طبعا المثال التقليدي البديهي اللي إيه؟ اللي بيقولوه دايما الاقتصاديين لما يقول لك الشاي والسكر، ما ينفعش شاي من غير سكر يمكن يستهلكوا مع بعض، طبعا على الرغم من في استثناءات، في ناس بتشرب الشاي من غير سكر لمرضى السكر، ده حاجة تانية، لكن القاعدة العامة بتقول إن مثلا في عندي سلعتين مكملتين الاتنين البنزين والسيارة أو الجاز أو الوقود عموما، طبعا الاثنين دول مكملين مع بعض، ما ينفعش السيارة تمشي من غير ايه؟ من غير وقود او من غير ايه؟ بنزين. تخيل مع لو قلت لك السلعة الأصلية والسلعة المكملة،
تخيلوا لو سعر السلع المكمله مثلا زاد، يا ترى الطلب على السلع الاصليه هيحصل له ايه؟ طبعا هنا هيقل على السلع المكمله، وهيقل ايضا الطلب على السلع ايه؟ الايه؟ انخفاض الطلب على السلع الاصليه نفسها. يبقى هنا العلاقه هنا بنسميها علاقه عكسيه، بمعنى ان لو سعر السلعه المكمله زاد ينخفض الطلب على السلعه الاصليه، والعكس صحيح، لو سعر السلعه المكمله الاصليه زاد هنا السعر هنا انخفض، هنا الطلب هيحصل له ايه؟ هيزيد على السلع الايه؟ الاصليه. وبكده يا جماعه ان احنا قدرنا ننتهي تماما من جانب الطلب، ولكن في حاجه مهمه جدا ينقصنا، جزء مهم جدا، وهو مرونه الطلب. ده هنستكمله مع بعض ان شاء الله، وناخد بعض التمارين المتعلقة بكيفية حساب مرونة الطلب على السلع المختلفة. ده إن شاء الله هيبقى في حضور حضراتكم طبعا في المحاضرة الأسبوع القادم. وبكده انتهينا من جانب الطلب، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.